السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سعود وهذه الحلقة الثانية من برنامج خروج في مثل هذا الأسبوع اللي أتكلم فيها عن أبرز الأحداث التاريخية اللي صارت في عالم المصارعة في مثل هذا الأسبوع. في مثل هذا الأسبوع وقبل 68 سنة دمجت جميع ألقاب العالم الوزن الثقيل التي كانت متوزعة بين اتحادات المصارعة الحرة وتوحدت ليكون هناك لقب عالمي واحد للوزن الثقيل وهو لقب الـ NWA. في مثل هذا الأسبوع وقبل 35 سنة الراحل داستي رودز يهزم الأسطورة هارلي ريس ليحقق لقبه العالمي الأول وهو لقب الـ NWA، وقد بقي معه اللقب 3 أشهر. بالنسبة لمسيرة داستي رودز مع لقب العالم تعتبر هذه المسيرة الأطول له، حيث قد حققه 3 مرات. في مثل هذا الأسبوع وقبل 22 سنة الأسطورة الخالدة ركفير يهزم الرمز ستينج ليوحد لقبي WCW. في مثل هذا الأسبوع وقبل 22 سنة أون هارت يفوز ببطولة ملك الحلبة ويتأهل لمواجهة شقيقه بريت هارت على لقب WWE بالسمر سلام، وقدم واحدة من أجمل مباريات القفص بالتاريخ إلى ما كانت الأفضل. في مثل هذا الأسبوع وقبل 22 سنة أقيم حفل صالة المشاهير للـ WWE الثاني عام 1994، وأبرز المنضمين في هذه السنة كانوا المعلق الأسطوري غوريلا مانسون وبوبو برازيل بطل الولايات المتحدة 7 مرات. في مثل هذا الأسبوع وقبل 20 سنة ولد الأسطورة أوستن 316 بعد فوز أوستن على جيك سنيك روبرتس في نهائي بطولة ملك الحلبة، والبرومو اللي صار بعد المباراة اللي كان نقطة تحول بمسيرة وشخصية ستون كولد ستيف أوستن. في مثل هذا الأسبوع وقبل 20 سنة فريق هارلم هيت يفوز على الأخوين ستاينرز وفريق ستينغ ولوغر ويحققان لقب WCW للفرق وبعد نهاية المباراة تدخل فريق الأوتسايدرز سكوت هول وكيفن ناش واشتبكا مع عدد من نجوم WCW. في مثل هذا الأسبوع وقبل 15 سنة أقيم مهرجان ملك الحلبة وفاز ببطولة ملك الحلبة إج، وشهد المهرجان عدد من المباريات أبرزها كانت المباراة التاريخية بين شين مكمان وكيرت أنجل، واللي بالنسبة لي أعتبرها أفضل مباراة تاريخ شين مكمان. في مثل هذا الأسبوع قبل 14 سنة أقيم مهرجان ملك الحلبة للمرة الأخيرة وفاز بالبطولة وقتها بروك ليزنر عندما هزم بروب فان دام في المباراة النهائية لتصفيات البطولة، وفاز بفرصة مواجهة بطل الاتحاد بسمر سلام. وأيضا شهد المهرجان عدد من المباريات التاريخية كمباراة كيرت أنجل وهولك هوجن ومباراة اللقب الموحد بين الأندرتيكر وتريبل إتش، والتي شهدت تدخل ذا روك. في مثل هذا الأسبوع وقبل 14 سنة تأسس اتحاد TNA. في مثل هذا الأسبوع وقبل 14 سنة تعرض بريت هارت لشلل في جانب جسده الأيسر بسبب تعرضه لحادث عندما كان يقود دراجته النارية، وأكدوا الأطباء له في حينها أنه لن يستطيع الحركة والحديث من جديد، إلا أن بريت وفي غضون أشهر شفي تماما من الشلل. والجدير بالذكر أن فينس مكمان كان أول من زار بريت بالمستشفى وقتها، شيء جميل خصوصا ان زيارته كانت بوقت خلافات بينهم بسبب المونتريال سكروجوب. في مثل هذا الاسبوع وقبل 13 سنة صعق عالم المصارعة الحرة بمشاهدة وجه النجم المخضرم كين بعد ان فسخ قناعه في عرض الرو، وكان تحديث جميل جدا لشخصية كاركتر كين، لكن للأسف WWE عمرها ما اعطته الفرصة وثقت فيه او اعتبرته مين ايفنتر إلا بعد 7 سنوات لما فاز بلقب العالم. إلى هنا نختتم المقطع. تابعني على تويتر @IamSaud وعلى اليوتيوب قناة حديث الحلبات، نتكلم فيها عن مواضيع مختلفة تخص عالم المصارعة. ولا تنسون اللايك والاشتراك، واذكروا لي بالتعليقات شنو كان أبرز حدث صار في مثل هذا الأسبوع. كان معكم سعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.